شو رايك لو الواحد كان عنده الطاقه والكذا انه يطبع فلوس اي وقت ما حب؟ صح، كانت تكون حاجه جدا جميله. اللي بنسوي داخل هو اسعد. اوكي تعال يا سعد، تعال يا سعد، فلوس حتطلع يا سعد. هالجهاز لو كل واحد منا عنده كان انت ما ضيعت وقتي في التنفيذ وانا ما ضيعت وقتي في برج خليفه. ايوه شوف هاي ورقه عاديه صح؟ نعم صح؟ ركز معي ابيها يورو بالله. يا اخي نحب الدرهم هذا. ايش؟ درهم درهم ولا درهم طبعا؟ درهم 50. لا من جد. اسمع بشتري لك ورق A4. وين الدولة عن هذا المزود يطلع خمسينات؟ يعني بكرة بقعد معه واشتغل وما في الا دراهم. اوكي. حتى اشتري مو برج خليفة، كل الأعمال على الشيخ زايد. شو فيها هاي؟ درهم؟ ابغى يورو يورو. تبغوا أكثر؟ ايه. يلا ورانا ايش؟ يلا بس. ركزوا معايا. بسم الله. اليوم احنا ايش ورانا اصلا؟ ما ورانا الا فلوس اليوم. راحت وطي الابراج اللي في شارع الشيخ زايد. تدهورت. بس فلوس. لا يا اخي اليوم احنا حنجلس بنت ورانا. بس فلوس. خلاص دولة اليوم. بلاكم. معهم. شوف يا اسعد. لا 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 حسبنا صدق فلوس راحت المارينا مع شارع الشيخ زايد. قاعد اسمع عليك يا امي. شوف هاي انا اشوفها مميزه شوي. ها 500 هذه. هذه ام ال قلتها. ايه امال تبغاها بألف؟ نعم نعم. يلا بألف. نعم ابي ابي. مول دبي راح وطي. طالع منا 10 ورقات. يعني فاهم لك ايه فورة شوي بس شوي تكة واسير المركز المالي في مخباي. هذه مال بس كم فلوس اليوم؟ بس فلوس. بس كم فلوس؟ ايه ايه تسلسل نوقف؟ لا لا الهق مع معن احنا واقفين مشكله. يعني لا حضنته يجي وجهي بصدره. شرفت ما قصرت. يا هلا الله يخليك حبيبي حبيبي اسعد. يا رب معين البستكي وبس فنان. اتمنى له التوفيق وان شاء الله نشوفها في يعني افخم العروض ان شاء الله في دول العالم. تحياتي لكم.